زياد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منورنا. زياد وجي. تمام. ومريم احمد انضموا الينا في الفاصل الاخير. زياد، مشروعكم هو المشروع الفايز، واحنا في الفاينل كان في كام مشروع؟ خمسة مش كده؟ احكي لنا بقى عن كريفيتا. مظبوط. بصوا يا جماعه، الشياكه بروشور اشيك من البروشورز بتاعت الشركات اللي احنا بنشوفها بجد يعني. فده البروشور بتاع البروجكت بتاعك. تقدر تلخص لنا المشروع كده في دقيقه؟ تمام. هو المشروع بيتكلم عن حاجه اساسيه في مصر في الثروه السمكيه، وهي حاجه اسمها جراد النيل. ده نبات او هو حيوان عباره عن شبه الاستاكوزا شويه. بس هو مش استاكوزا، هو حاجه كانت مش موجوده في مصر، بس هي دخلت مصر في الثمانينات عن طريق يعني كان في زي عمليه زراعه للاستاكوزا المفروض في مصر. بس جت بصوره غلط نتج عنها ان هي تتكاثر في النيل بصوره كبيره جدا. هي حاجه مؤذيه جدا للنيل، بتتغذى على الثروه السمكيه بصوره كبيره، وده ادى انخفاض كبير قوي في الثروه السمكيه في مصر. وده كان بيضر الصيادين بصوره كبيره. زاد ان هي يعني الاختراع ده اللي انتم مسمينه جراد النيل او وات ايفر، بيقضي، هو بياكل السمك بالظبط، هو بيتغذى على الثروه السمكيه. انا شفت اللقاءات اللي عملتوها مع الصيادين، كانوا بيشتكوا جدا منه. مظبوط. يعني دي المشكله. مظبوط. زاد ان هو بيعاقبهم جدا في عمليه الصيد، عشان هو بيقطع لهم الشبك ده بتاع الصيد بتاعهم. عشان خلبه حاميه جدا. زاد ان هو برضه بيضر الفلاحين مش الصيادين بس، عشان هو بيقدر ان هو يحفر في الارضيه بتاعت المزارعين، فبالتالي بيعمل زي هشاشه في الارض بتاعت المزارعين، فبالتالي بيضر المحاصيل بتاعتهم جدا. فلان ان هو بيأثر على سيجمنتس كتير جدا في الصناعات بتاعتنا. اوكي.